عليكم مربح. السلام ورحمة الله. أخويا ربح، وش جوز رسالة لجريدة شارلي يبدو اللي أساعوا الرسول عليه الصلاة والسلام؟ على كل حال السلام عليكم. على كل حال شارلي يبدو كما يقول ربي في القرآن، وإذا خاطب بسم الله الرحمن الرحيم وإذا خاطبك الجاهلون قالوا سلاما. على كل حال هذا شارلي يبدو، هذا الرسول صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية جاو ليه قالوا لو علمنا انك لا رسول الله ما حاربناك، يعني في وش الرسول، ولكن من الاخلاق تاع الرسول صلى الله عليه وسلم صبر، انما يوحى اليه صبر، ما كانش جاهل كما هما، باسكو هما جاهلين، قوم جاهلين وكاع يعرفوا بان محمد صلى الله عليه وسلم محمد الحق. قالوا شارلي ابدو وجماعه شارلي ابدو انا ما يهمونيش، باسكو علاه من بغضهم، يعني لاين يزون لاين دون لو كور، سمعتني، وهي والله متم نوره ولو كان كافر. مسيو شارلي ابدو ما تقلقش نفسك، ما تحرجش نفسك انت والقوم تاعك، ما تحرجش نفسك، لان الاسلام يمشي ولو كرهت انت، يعني ولو كره الكافرون. الاسلام هذا جاء للعالمين، ومحمد صلى الله عليه وسلم باسكو لو كان حنا نعرفوا يعني حقيقه الرسول صلى الله عليه وسلم وعلاش جاء، هو خاتم الانبياء والمرسلين، فهمتني، ولكن كي مالوريزمون يعني الناس هذوك جاهلين، الناس جهاله وما عندهمش يعني مكانه لمعرفه الرسول صلى الله عليه وسلم، ما عندهمش المكانه تاع معرفه الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا انا نوجه رساله، يعني رساله للعالم على كل حال، المعجم انا عمه والله العظيم ما اثرش علينا هذا الانسان هذايا ولا هذاك الجروب، باسكو حنا لو نعتبروا حنا الرسول صلى الله عليه وسلم عنده مليار ونص ومازال، باسكو والارض يرثها عبادي الصالحين، عبادي الله الصالحين، يعني يحب ولا يكره، حنا ما يخلعوناش هذا الجروب هذايا ولا يسبوا الرسول، باسكو الشر اللي يبدو العام الجاي ننساوه، العام الجاي يولي يعني في ديفار، العام الجاي ننساو لافير تاع الشر اللي يبدو، ولكن محمد عنده 14 قرن. اليوم راني نقول اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، والكلمه تاع محمد رسول الله قالوها عند 14 قرن. جو بونس كو مسيو شارلي ابدو ما قالوش عليه 14 قرن ما جبتوش اسمه. الور فو با سانكيتي مسيو شارلي، باك يولي اون استوار اونسيان من بعد. لا ما يهمش، قد خانت يعني، فهمت، هذا هو. وحنا نطلبوا من كل مسلم لو كان يحب بريمو الرسول صلى الله عليه وسلم يتبعون هذا الرسول، فهم، لازم تكون عندنا اخلاق، باسكو ان فو كون دون اون بون ايماج اونفير لي ميكريون هادو الكفار، لازم نمدوا اون بون ايماج ونكونوا على طريق المستقيم. لو كان كل واحد فينا اليوم يقول انا محمد، انا ماذا بيا يعني نحب نشوف في انا محمد يكون عنده اخلاق كما كان عنده الرسول صلى الله عليه وسلم، كان عنده اخلاق عظيمه، فهمت، كما قال له ربي عز وجل وانك لعلى خلق عظيم. والرساله الثانيه، والرساله الثانيه، الناس هذوما اللي راهم يحبوا يديروا الفتنه ويقولوا الاسلام، كل واحد يعني كل انسان وكل جريده فرنسيه ولا امريكيه ولا يهوديه هما يعرفوا وصف دين محمد صلى الله عليه وسلم. رجل واحد يعني احتل العالم 14 قرن، شوف اليوم الاخر، احنا مازلنا مشكل واحد هو احتل قلوب الناس، قلوب العالم، احتل العالم يعني بحبه وبصدقه وبالاخر. واليوم احنا كلنا تابعين لهذا الرسول صلى الله عليه وسلم، احنا نامنوا بعيسى بن مريم ونامنوا بيوسف ونامنوا بلوط ونامنوا بنوح، فهمت، امن الرسول بما انزل اليه، كل امن بالفهم وملائكته ورسله لا نفرق بين احد. محمد صلى الله عليه وسلم ما فرقش هذه سورة البقره، نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم ما فرقش بين الرسل، احنا كاع نامنوا، انتم ما تامنوش، انتم فوزينيوري لو بروفيت محمد، هذا خطير، شيء خطير، على بالك لي انيور هو سيلوي كي انيور لو بروفيت محمد يل دوفيان وليد الزينه. احنا ماشي ولاد الزينه، احنا عندنا النسب تاعنا كما قال ربي للوليد نوح، قال له انه ليس من اهلك، انه ليس من اهل، انه عمل غير صالح، فهمتني؟
له عمل غير صالح. حنا انا نقولها ونزيد نعاودها وانا نقولها للغرب، حنا ماشي ولاد الزينه، حنا من امه محمد صلى الله عليه وسلم، فهمت؟ وان شاء الله حنا رجال، ولدنا رجال، وامه محمد صلى الله عليه وسلم امه صالحه ومؤمنه، فهمني؟ وحنا كاع نستعرفوا ونامنوا كاع بالرسل يوم القيامه، كاع يتباهوا بامه محمد صلى الله عليه وسلم ويبقاو هما فقراء يوم القيامه، فقراء ملعونين ما عندهمش قيمه. باسكو معليش انا جو فودون ان اكزومبل، امريكي قتل امريكي، يعني امريكي اقتل امريكي في امريكا، امريكي سرق طفله صغيره وداها ذبحها قتلها، ما عندوش معانقه مع الاسلام، يعني هذا محمد اللي قال قتل، ماشي محمد اللي قال قتل، هو كافر، وهذاك اللي مات كافر واللي قتل كافر، ماشي الرسول صلى الله عليه وسلم. رانا نشوفوا اليوم حنا في امريكا، في روسيا، في فرنسا، كاين القتل. وعلاش تقولوا الارهاب؟ محمد ارهابي، ماشي ارهابي محمد، اقراوا الاسلام، اقراوا الاسلام، جربوا الاسلام. كل واحد فينا اذا كان انسان هذا غير صالح محسوب الرسول صلى الله عليه وسلم، لا الرسول ريزون دو بليس، الرسول صلى الله عليه وسلم قال لما دخلوا المكه قال لهم حتى الشجره ما تقطعوهاش، لا تقطعوا شجره ولا تؤذوا صغيرا ولا شيخا ولا شيخا ولا هكذا. هذا هو احنا اليوم ماذا بينا انا سوي تري كونتون جو سوي ميزلمون، انا نصلي ودينو دين معامل قيمة الصلاة، والله العظيم غير يعني الدين هذا، الدين هذا دين معامل مليح، الدين هذا مليح مليح، هذا الدين هذا باسكو فيه بزاف حوايج اللي يرجعوك، خاطر الله عز وجل يحب لك الخير ما يحبلكش الشر، فهمت؟ وكل كريتيا ماذا بيا انا نشوفه مسلم، مسلم معليش مسلم وقعد في بلادك يا سيدي، ما تخالطش العرب يا سيدي، ما تخالطش العرب، اقعد في بلادك، ولكن اقرا على الاسلام. علماء الاجنبيين، علماء كبار كبار علماء من الغرب دخلوا الاسلام من طريق العلم، يعني طريق العلم دخلوا الاسلام. انا جو فو با دي زي دي 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 زينيورو الناس يمشوا في الطريق يسبوا الرسول، تسب الرسول علاش تسب الرسول؟ واش دار لك الرسول؟ احسن الخلق. لا ما تسبش الرسول باسكو ما قراش عليه، سيتانين يورو، فهمت؟ كما يقول عبد الحميد كشك يقول لك واذا رايتم احد جاهل فعلموه. انا نعلمك وصافي، روح قبل اقرا سيره الرسول صلى الله عليه وسلم، اقرا عليها، قرا السيره. الرسول صلى الله عليه وسلم يخاف عليك ويخاف على مرتك ويخاف على ولادك، الرسول صلى الله عليه وسلم ما قالهمش هو يشفع فينا يوم القيامه. الرسول صلى الله عليه وسلم ما قالهمش رجعوني مالك، باسكو الكذاب الكذاب توجور طماع، واحد كذاب توجور طماع، ما عندوش ضروره. وعلاش جا الرسول؟ سي بور لو بليزير، لا او يقول واش قال؟ قال كما انا خطره مع النصارى قلت له اشرح لي وشنو هي لا اله الا الله، قلت له اسكو في الكتاب المقدس تاعكم هي الرب الواحد؟ تعقل. قلت له نو يفوا ترجوست افيك مو، سبحان الله العظيم. قلت له رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم قال الرب لا اله الا الله، يعني اشرح لي اسكو هي الرب واحد ولا لا؟ لا مع الاخر بدا باتيني معايا، قال لي نو سي تادير سي فري صح رب واحد. قلت له الرسول صلى الله عليه وسلم قال كما قالوا كاع الانبياء الا انتم قلتوا ابن الله، ابن الله ما يطلعش للجبل ويصوم 40 يوم ويتحاور مع مع مع, مع الشيطان. ابن الله ما يرقدش، فهمت؟ هذا هو. وان شاء الله ربي يجعل الخير امين في امه محمد صلى الله عليه وسلم، امين. فهمتني؟ لانك اكتويلمون باسكو لو كان تشوف حقيقه الصوره، يعني لو فري فيزاج دي كريتيا، لو فري فيزاج دي كريتيا لو كنت تشوفه ولا غير يعني تحزن، يعني تتاثر باسكو شوف انهم لا يعلمون كما يقول. قال واحد اليهودي وهو يسكن في قدام مسجد، قال لهم والله انا الغير كي نشوفهم يصلوا، كل ما نحل طاقة الخير كي نشوفهم يصلوا. قال لهم ولكن واش حبيتوا ديروا؟ انا يهودي. قال لهم والله اني اعلم ان هذا الدين حق. قال لهم ولكن انا يهودي. هذا هو. والسلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله، بارك الله فيك سي ربي. حيانا. مليح.